بشد حيلك معي أنا سما. مرحبا. سبق والتقيتوا بحدا ما بيحب يتصور وبيتكركب وقت حدا بياخد له صورة ويمكن حتى ينفذ ويعصب؟ فكرتوا شو السبب يلي بيخلي هالشخص يكره الصور ويخاف من عدسة الكاميرا؟ بالحقيقة الموضوع له عدة أسباب. الأول إنه هذا الشخص بيكون من النوع اللي ما عنده ثقة بالناس، وبما إنه الصورة هي نوع من أنواع التوثيق فهو بيكره يتم توثيق أي شيء عليه واستخدامه لاحقاً بأي طريقة من الطرق. السبب الثاني هو قلة الثقة بالنفس، بأنه هذا الشخص بيفكر أنه هو ما بيطلع حلو بالصورة وما بيحب يشوف حاله. أما السبب الثالث فهو الرهاب الاجتماعي أو الفوبيا الاجتماعية، وهذا اللي رح نحكي عنه اليوم. الرهاب الاجتماعي أو القلق الاجتماعي هو نوع من أنواع الفوبيا، والفوبيا هي خوف غير مبرر. وبحالة الرهاب الاجتماعي بيظهر خوف الشخص وقت بيحكي أو بيعمل شيء قدام مجموعة من الناس، مثل المناسبات الاجتماعية أو الصفوف الدراسية. وبيحس الشخص يلي عنده رهاب اجتماعي أو فوبيا اجتماعية بهي المواقف إنه هو تحت المجهر وإنه الكل عم يطلع عليه، فبيخاف يبين عليه الخوف أو الخجل، وهون بتبلش أعراض الفوبيا تظهر بشكل واضح. أعراض الفوبيا الاجتماعية بتنقسم لقسمين: أعراض نفسية وأعراض فيزيولوجية أو جسدية. الأعراض النفسية مثل الخوف من التواصل مع الغرباء، والخوف من رأي الناس وأحكامهم، والخوف من التعرض للسخرية أو الإهانة من الناس، والتوتر من انتباه الآخرين على خوف الشخص واضطرابه، وتجنب التواصل مع الناس، وإذا صار التواصل فبيلاقي الشخص صعوبة بالتواصل المباشر بالعين، يعني ما بيقدر يطلع مباشرة بالعيون الأشخاص يلي عم يحكي معه، بالعكس بينزل عيونه أو بيحاول يطلع بأشياء تانية. أما بالنسبة للأعراض الجسدية أو الفيزيولوجية فهي الصعوبة بالكلام مثل الحكي بسرعة أو التأتأة، التعرق وتسارع نبضات القلب، شعور غير مريح بالبطن والمعدة، برودة وتعرق الإيدين، رجفة بالصوت وارتباك. وطبعاً مو بالضرورة هاي الأعراض تظهر كلها دفعة واحدة، إذا اجتمعت خمس أعراض منها هاد كافي ليعرف الشخص إنه هو عنده رهاب اجتماعي. طيب كيف ممكن يتخلص منه ويكون شخص طبيعي لما يكون بين الناس أو تكون العين عليه؟ أحسن علاج للرهاب الاجتماعي هو العلاج السلوكي يلي بيبلش من تصحيح نظرة المريض الخاطئة وأحكامه على نفسه، تصحيح نظرته للناس وللمجتمع. وأهم شيء بعلاج الفوبيا إنه الشخص المصاب لازم يتحدى خوفه بالتدريج، يعني ممكن بالبداية يوقف ويقي كلمة قدام المراية، بعدين يصير يشارك بأحاديث العيلة والأصدقاء المقربين، وإذا قعد مع شخص غريب يتحدى الخوف ويتطلع بعيون هذا الشخص، وشوي شوي رح يلاقي حاله قدران يحكي وقت بيكون بين مجموعة من الناس، ورح تزول أعراض الرهاب شوي شوي. بالنهاية تذكروا إنه الرهاب هو اضطراب بيصيب نسبة كبيرة من الناس، والحل الوحيد للتخلص منه هو الإرادة والتحدي. سلام. دعم نفسي بشد حيلك معي أنا سمر.